اسعار اللحمه عندنا هنا دلوقتي ب 55، وفي غيري بيبيع ب 60 وب 70، لانه بيطلع من المذبح ب 48 يعني ب 50 جنيه، لما يتشفى يقع ب 60 الا بتاع، احنا بنبيع ب 60، غيرنا بيبيع ازيد ما لناش دعوه. تاني اهم اللحم ده عاوز انك انت تستوردي لحم مراكب زي اللي كانت بتيجي صاحيه بيجيبها سعد علوان، هم يجيبوا صاحيه تخفض اللحم اللي هنا، العجول اللي هنا تهوى وترخص، وبعدين يرخصوا العلف، اساس الشغله كلها العلف، دام العلف موجود كل الناس بتربي وبيبقى موجود اللحم، غير كده بيبقى غلا، بتخف السلاله بيبقى يبتدي الغلا واشتغل غلا، لكن دون في لحم كسر لحم بيتوجد الخير بيبقى مال الدنيا. انا بقري اللي بذبحه يعني بقري بيطلع من المذبح ب 48 و47، بنبيعه احنا هنا ب 60، والسمين شويه وبتاع ب 55، يعني يا دوب يا يلم نفسه يا دوب يعني بيبقى بخساره، ما بنقدرش نعمل حاجه. انما منزل اللحم اللي بقول لك عليه ده بينزل من بره المستورد، الصاحي بيرخي اللحم اللي هنا او يعملوا السلاله تكتر يرخصوا العلف، اهم حاجه العلف للحم، عشان يتوجد لحم في مصر ويرخص يبقى في علف كتير. يعني الطبيعي ان كنت مثلا لو احنا هناكل لحمه كل اسبوع، النهارده ممكن تاكل كل 15 يوم، وفي ناس كل شهر، وفي ناس ما بتاكلهاش. هو فعلا حللك مشكله بكلمه واحده، لو رخصوا الحاجات اللي بتلزم المواشي هي فعلا الرخص يبقى معاها، هو كلمته صح، علشان احسبها برضه يبقى جشع تجار. منبع. جشع منبع اصلا. يعني تاجر اللي هو الفلاح يغلي على التاجر اللي شغال في مثلا، ما هو ده ما بيجيبش من الفلاح نفسه، ده بيجيب من السوق، الفلاح يغلي على السوق، يوم السوق يغلي على البياع، البياع يغلي عليا انا، هي كده دايره كامله. امسكوا اللي هي ايه مثلا، اما احط ايدي على المنبع يحصل رخص. كله بيحارب في كله بقى، ما احنا مش عنا لو هي اوضاع البلد، اوضاع البلد كله بيحارب في كله، وما احترام ليك يعني اللي ضايع في النص الغلبان ده بيحارب الكبير، بيحارب يعني مثلا لو واحد عنده مزرعه سمك مثلا ممكن ما ينزلش السمك يومين ثلاثه عشان يرتفع. انت عندك السمك لغايه بقاله دلوقتي حوالي يمكن شهر او شهرين ما بينزلش عن 15 و16 جنيه و17 جنيه، ده سببه مين؟ البياع اللي في السوق الغلبان؟ لا، سببه صاحب المزرعه نفسه. الاسعار غاليه، والاسعار غاليه مش من سبب واحد، لها كذا سبب. اول حاجه ان الاقتصاد المصري اصلا تعبان بطبيعه الحال، دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا مفيش سبورت من البلد لصناعه معينه تقوي الدخل القومي والعمله الصعبه اللي موجوده في مصر، مفيش. وزي ما عم السيد قال بالنسبه لحته اللحوم، بره في نسبه مراعاه كتير عاليه، هنا العلف تكلفته غاليه، حتى المصانع المصريه بتنتج العلف، لان انا اشتغلت في المجال في الكيمست فتره طويله معينه، المجال ذات نفسه غالي والاعلاف غاليه، فده كله بيعود على تربيه المواشي واللحوم اللي بالنسبه للعجول وكده. في نفس الوقت حته ذبح العجول الصغيره بتقلل الثروه الحيوانيه فبتخلي اللحوم غاليه، وكله بيرجع على المواطن، المواطن مش لاقي. يعني لو لاحظت ان في فرق ما بين اللحوم البلدي واللحوم المستورده النص بالنص واكتر من النص، وهي لحوم مستورده كلها جايه من اثيوبيا ومن السودان. في ناس تقول عليها مجمده مش كويسه، لا هي مش كويسه، بس هم عندهم نسبه المراعه الخضراء هناك عاليه جدا. اسعار كويسه مفيش حاجه. اللحم بيتباع ب 35 والكبده ب 20، سجق ب 25، في سجق ب 20، في همبرجر ب 20، اللحم البلدي غالي ب 60 جنيه و70 جنيه و80 جنيه اللحم البلدي. في شويه على المستورد، في شغل على المستورد. طب الناس مثلا، الناس في ناس بتاخد ده، بتاخد بيها في كرسي مستورد خالص، في ناس ما بتاكلوش خالص. تاكل بلدي، في ناس تاكل مستورد، مش كل الناس. يعني حسب الحاجة تكون نظيفة، يعني بتبقى غالية بتبقى رخيصة حسب، يعني اللي هي البلدي دي يعني بتاع دوت ب 50 ب 70 كده، لكن اللي هو المستوردة دي عادية يعني ب 45 و 35 كده. أي المستوردة بصراحة عشان هي رخيصة، واحنا الناس على قد حالنا يعني كده. يا ريت والله يا ابني، يا ريت الحاجة تبقى يعني على الأقل حتى الواحد يعرف يعيش ويعرف يروح ويجي،
الناس لو بتعرف تروح ولا بتعرف تيجي من قله الغلو. يعني الناس الغلابه دي مش قادرين يجيبوا بصراحه، بس لكن بنقول الحمد لله على كل جيب ربنا.